السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الصف الثاني الإعدادي. إن شاء الله مع ثاني دروس التربية الإسلامية بعنوان التوحيد أساس الحرية. هدفنا في الدرس السابق مفهوم الدين، وقلنا إن الدين ده هو المنهج السماوي الذي ينظم حياة الإنسان الاجتماعية والثقافية وما إلى ذلك، والذي ينظم كل شؤون المسلم. النهارده إن شاء الله نتعرف عن التوحيد أساس الحرية. فما معنى كلمة التوحيد؟ معنى التوحيد هي إبراز أو إظهار الألوهية لله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له، ليس معه شريك في الملك، ولا يوجد إله غيره نعبده ونستعين به في كل أمور حياتنا. فنجد أن التوحيد هو الذي ينظم أمور الإنسان أيضا، فالإنسان عندما يكون موحدا بالله عز وجل يتخلص من كل الأمور الأخرى من عبادات وديانات أخرى. فالتوحيد جاء ليبعد الإنسان عن كل العبودية للبشر وجعلها لله عز وجل، كما أن التوحيد يربي المسلم تربية حسنة، ويربي عقله ويهذبه تربية ويربيه تربية سليمة. والإنسان المتمسك بالتوحيد لا يضر أبدا في حياته، ويكون من السعداء في الدنيا والآخرة. وهناك صنف من الناس أو جماعة من الناس يؤمنهم الله يوم القيامة ولا يخيفهم، هم الذين وحدوا الله عز وجل وتمسكوا بالدين وعملوا به. ودليل على ذلك قوله تعالى في سورة الأحقاف، قال تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هؤلاء الجماعة من الناس تمسكوا بدين الله عز وجل، ووحدوا الله واعترفوا بوحدانيته، فيؤمنهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ولا يخيفهم. كما أن التوحيد يجعل الإنسان إنسانا صالحا، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى مراقب له في كل أعماله ويحاسبه عليها. فالإنسان الموحد بالله يخلص في عمله، ويكون صادقا مع نفسه ومع غيره في أفعاله وتصرفاته، سواء كانت خاصة بذاته أو بالناس. فالتوحيد يهذب الإنسان ويربي عقله ويحسن من تصرفاته ومعاملاته. كما أن التوحيد جاء لينجي الإنسان من عبودية البشر، فأول ما دعا به الإسلام إخلاص العبادة لله عز وجل، وحرم الإسلام العبودية للبشر. فكانوا قديما نسمع عن عبد العزة وعبد أي شخص، فجاء الإسلام لغى العبودية لغير الله وجعلها خالصة لله عز وجل. وكده نكون عرفنا أن التوحيد هو إخلاص العبادة لله عز وجل. كما أن التوحيد أيضا نادت به كل الديانات السابقة وكل الأنبياء، فكان التوحيد هو الخاصية البارزة لكل الديانات السماوية السابقة، من أول آدم عليه السلام إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنجد في كل الديانات كانت تدعو للإسلام، والإسلام وليس مش إسلام بمعنى إسلام أشهد أن محمد رسول الله، لكن الإسلام هو أن تسلم وجهك لله عز وجل. فهذا هو التوحيد. فنجد كل الديانات السابقة من توراة وإنجيل والقرآن، من سيدنا عيسى وسيدنا موسى وسيدنا محمد وآدم عليه السلام وكل الأنبياء السابقين، دعوا لإخلاص العبادة لله عز وجل، وجعلوها هي الخاصية البارزة في كل الديانات. من هنا نتعلم أن الإنسان لا بد أن يكون موحدا بالله. كيف يوحد الإنسان بالله؟ أن يخلص العبادة لله عز وجل، وأن يكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له. وبكده يا شباب نكون خلصنا من درس التوحيد، وإن شاء الله نتعرف في المحاضرة القادمة على حل تدريبات الكتاب المدرسي والشيخ.